Let's present to you the teams and the referees for this match. First, Team A, Uzbekistan. 1. Reep Nazarov Baymurat. 3. Joldas Beyvrakat. 4. Sharibov Razaboy. 5. Bozorboyev Davrombek. 6. Baratov Geirat. 7. Gurev Diorbek. 8. Bozorboyev Nursultan. 9. Nasirdinov Shohjakan. 10. Yakubov Behruz. 11. Turgonov Kovanchbek. 12. Sultanov Derbek. 13. Eshankulov Jaloldin. 14. Shoimov Hassan. 17. Tursunov Mohammad Khadir. And 18. Usmanov Azadbek. The officials for Team A, Official A, Ikromov Ulugbek. Official B, Karadgaev Botir. And Official C, Yagimbev Akram Ali. And now for Team B, India. 1. Vashist Dikshant. 2. Shikawat Nayan. 3. Kumar Deepak. 4. Patyal Aryan. 5. Sharma Saurabh Kumar. 6. Himanshu Himanshu. 7. Vipul Vipul. 8. Yash Yash. 9. Gurjar Dinesh Kumar. 10. Brahmin Aryan. 11. Gavali Swapnil Anil. 13. Raj Manish. 15. Roy Subir. 16. Marut Salamori Ashwat. 17. Ravi Karatkayan. And 18. Arumugam Armsanov. The officials for Team B, Official A, Raut Abhijit Purushottam. Official C, Bardawaj Sachin Kumar. And Official D, Kumar Ajay. Please welcome our referees for this match from Qatar, Mr. Khalid Isa Shib and Mr. Mahbub Saeed Al-Naimi. Technical delegate officials, Mr. Amjad Qarawani from Syria and Dr. Al-Jazi Munis from Kuwait. Asian Handball Federation official supervisor, Mr. Jasim Liswalem from Kuwait. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Uzbekistan.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، حييكم أجمل تحية لوصف هذه المباراة والتي تجمع المنتخب الهندي مع المنتخب الأوزبكي، وهي المباراة الختامية في هذه المجموعة التي راح يحدد منها الطرف الرابع يصعد يقابل المركز الثالث في المجموعة الثانية. طبعا كلا الفريقين يبحثان على أول انتصار لهم في هذه البطولة. سبقت هذه المباراة مباراة العراق التي تفوق على المنتخب الإماراتي. راح يلعب المنتخب العراقي على المركز التاسع والعاشر، والإماراتي خلاص يعني في المركز الحادي عشر. أهمية هذه المباراة، الفائز راح تكون له فرصة للمنافسة على البطاقة الخامسة المتبقية. طبعا اليوم لقاء بين المنتخب البحريني والمنتخب الإيراني هي للبطاقة الرابعة والمؤهلة لكأس العالم، يعني الفائز منهم راح تلقائيا يتأهل للنهائيات. تبقى البطاقة الخامسة التي راح ينافس فيها أربع فرق، الثالث من المجموعة الأولى أمام الرابع من المجموعة الثانية، والرابع من المجموعة الثانية أو الثانية مع الثالث من المجموعة الأولى. كل أمنياتنا بالتوفيق للمنتخب البحريني الذي راح يلاقي المنتخب الإيراني في السابعة. طبعا بعد هذه المباراة أيضا هناك مباراة راح تكون بين المنتخب السعودي المتأهل والمنتخب الياباني اللذان ضمن تأهلهم لنهائيات كأس العالم وضمن وصولهم إلى نصف النهائي. تبقى لتحديد المركز الأول والثاني في هذه المجموعة. نبارك أيضا للاتحاد السعودي برئاسة السيد الأستاذ الفاضل النمر طبعا على وصوله، أستاذ فاضل بن علي النمر، وإدارة الاتحاد السعودي والجهاز الفني والإداري واللاعبين لهذا الإنجاز الفريد الذي حصل عليه في هذه النسخة. المنتخب السعودي يتأهل لأول مرة لفئة الناشئين لنهايات كأس العالم. طبعا سباقهم المنتخب الأول في البطولة الآسيوية حقق المركز الثالث وصعد للنهائيات، وأيضا منتخب الشباب في المسابقة التي أقيمت في البحرين هنا أيضا حصل على المركز الرابع وتأهل لنهائيات كأس العالم. وحاليا المنتخب الناشئين طبعا إنجاز غير مسبوق لكرة اليد السعودية. ألف مبروك لهذا الإنجاز الذي تحقق. يبقى منتخبنا البحريني وعلى أمل كبير إن شاء الله في التأهل أيضا مع الكبار في نهائيات كأس العالم كرواتيا 2023. انتظار بداية هذه المباراة والتي يديرها طبعا القاريان من دولة قطر محبوب سعد وأيضا خالد عيسى الشيب. بداية هذه المباراة من يحقق الفوز الأول؟ طبعا أوزبكستان لو ذكرنا نتائجها في أول مباراة خسرت أمام المنتخب البحريني 28-21، وأيضا خسر أمام المنتخب الإيراني 35-23، وخسر في المباراة الأخيرة 39-21 أمام المنتخب الكوري. بينما المنتخب الهندي الذي تلقى أكبر هزيمة له أمام المنتخب الإيراني 64 هدف مقابل 14 هدف، والمباراة الأخرى التي خسرها أمام الكوري 56 هدف مقابل 23 هدف، والمباراة الأخيرة أمام المنتخب البحريني 43 هدف مقابل 26 هدف. بداية هذه المباراة والمنتخب الهندي كما ذكرت سابقا علقت عليه في مباراة لديهم يعني لديه بعض اللاعبين لهم المهارة، وهذا واحد من اللاعبين، وهذه أول تصويبة تضيع من خلال هذه الهجمة. منتخب الهندي للناشئين ذكرتها وأرد أعيدها أفضل بكثير من منتخب الشباب، عندهم إمكانيات فردية، عندهم مهارات فردية أيضا يحتاج إلى المشاركات. عموما هذه أول كرة أوزبكية يحاول فيها، شاهد الدفاع، دفاع قوي حاليا من المنتخب الهندي، إيقاف الهجمة. راج طبعا هذا راج القصير رقم 13 لاعب لديه إمكانيات مهارة جميلة، وهذه
رمية حرة كاد أن يقع في المحظور. لحد الآن الهندي والطريقة الدفاعية التي يتبعها لإيقاف الهجمة الأوزبكية. التمرير وسحب لاعبين اثنين ورمية سبعة أمتار وفيها عقوبة إيقاف لمدة دقيقتين. عملية السحب على هذا اللاعب رقم 16 من المنتخب الهندي أشوت يخرج لإيقاف لمدة دقيقتين، وهذه أول رمية سبعة أمتار راح ينفذها هذا الأوزبكي. التمويه أول تصدي للحارس الهندي. شوكت يتصدى لهذه الكرة. هذا الحارس الهندي رقم اثنين، طبعا اليوم المنتخب الهندي رقم واحد واثنين وثلاثة هم الحراس. يبقى المنتخب الهندي يبحث على أول أهدافه من خلال هذه الهجمة. تمرير دفاع 6-0 الذي ينتهج المنتخب الأوزبكي من خلال الدفاع وهذه المهارة الفردية. شاهد عملية الدفع ورمية حرة يكسب فيها بعض الثواني، خاصة أن الفريق الهندي ناقص لاعب أمامه دقيقة و18 ثانية ليكتمل. شاهد المهارة ودخول وعلى القائم تضيع أيضا هذه الكرة للمنتخب الهندي والرجوع السريع للمنطقة الخلفية كما نشاهد. ورمية حرة وفيها عقوبة إيقاف أو تنبيه، تنبيه للاعب الأوزبكي من خلال هذه اللعبة. الشيب طبعا حكم الساحة حاليا محبوب، وأول أهداف الأوزبكي، أول أهداف المنتخب الأوزبكي من خلال هذه اللعبة. شاريوب يسجل أول أهداف الأوزبك من خلال ثلاث دقائق الأولى. تقدم المنتخب الأوزبكي. ذكرت لك الأوزبكي ده اليوم فازوا، راح تكون له فرصة للمنافسة على البطاقة الخامسة. راح يلعب أمام يا المنتخب القطري أو المنتخب الكويتي على حسب الفوز، من راح يفوز في المباراة المترقبة يعني التي يراقبها الكثير، خاصة هذه يعني المنتخب القطري والمنتخب الكويتي لم يفقد الأمل، يبقى لهم الأمل في المنافسة على البطاقة الخامسة وهو حق مشروع للفرق الأربعة التي راح تصعد لهذا الدور. راح تكون بطولة خاصة، بطولة خاصة للمركز الخامس. صور أن المركز الخامس هو في حد ذاته راح تكون بطولة، لأن وصوله لكأس العالم هو الهدف الأول راح يكون لهذه الفرق. وهذه التصويبة وتصدي حافظ له الحارس. برافو شوكة، يعني يتصدى لهذه الكرة من اللاعب الأوزبكي أريان. تضيع منه هذه الكرة. طبعا هذا هو أبرز من أبرز اللاعبين في المنطقة الخلفية للمنتخب الأوزبكي. تصويب هذا اللاعب الهندي فيال وكرة تضيع. تسرع واضح تعديل النتيجة. يعني هذا اللاعب مميز صراحة، عنده إمكانيات في التصويب من المنطقة الخلفية، عنده مهارة فردية، عنده بعض الأمور الجميلة. هذا اللاعب هو اللاعب رقم 8 كما ذكرت من المنتخب الهندي. ياشا لم نشاهد ياشا لحد الآن. هذا ياشر في الساعد الأيسر، تمرير عملية الاختراق. شاهد هذه واحدة من المهارات أنا راح أتكلم لك عنها، يعني التصويب باليد اليسرى أيضا، إجادة اللاعب التصويب باليد اليمنى. حاول كانت صعوبة أن يحول الكرة اليد اليمنى، صوبها بالكرة باليد اليسرى لكن يحصل على الرمية الحرة. ذكرت لك يعني هذه اختراق وتصدي من الحارس ورمية سبعة أمتار. يتصدى لها الحارس الأوزبكي لكن يحصل على رمية سبعة أمتار. دربك سلطانوف الحارس الأوزبكي. هل ينجح المنتخب الهندي ويتقدم بأول تقدم له من خلال هذه وهدف هدفين متتاليين لهذا اللاعب الهندي من خلال 5 دقائق و19 ثانية الأولى. طبعا راح تكون بيبال وهدف أيضا هدف
من الجناح للمنتخب الأوزبكي. شاربوف يسجل منها الهدف التعديل 5:40. تكافأ لحد الآن من خلال أول 6 دقائق. إن كان المنتخب الأوزبكي أضاع رمية 7 أمتار، لكن المنتخب الهندي سجل من 7 أمتار. التمرير طبعا في تحضير، في بطء في التمرير، شاهد التمرير وبطء التمرير يساعد الدفاع الأوزبكي هل يصوب ارتقاء، لكن يمرر تسلسل يعتمد كثيرا على هذا اللاعبين والتسلسل ودخول من الجناح على القائم الأول. شاهد المنتخب الهندي تفوق ب3 أهداف من خلال هذه الهجمة من خلال اللاعب الرقم 5 كومار. 6 دقائق وهذا دخول وهدف التعديل للمنتخب الأوزبكي. منتخب الأوزبكي براتوب يعادل النتيجة 3-3، والتعديل والتنظيم الهجومي الذي يعتمد عليه المنتخب الهندي لا يتسرع، يحاول إيجاد الثغرة في المنطقة الخلفية، يحاول الضغط بين لاعبين 2، سحب لاعبين 2، 3 لاعبين في الخط الخلفي، يعني يلعب 3-3 نقول، لكن لديهم المهارة. هذه عملية الدخول الخاطئ والخطأ الفني الذي يقع فيه ياشا حاليا. هل يتقدم المنتخب الأوزبكي؟ المنتخب الأوزبكي والتمرير الخط الخلفي الدفاع وكرة على الدار، خطوات صحيحة صاد فيها في الخطوات شيب، كان قرار سليم في اللعبة الماضية. رمية 7 أمتار، رمية جزائية أي ثانية التي يحصل عليها المنتخب الهندي. غير ياشا، قال له أنا أصوب، قال له تفضل ياشا، اللي يصوبها على اليمين وصادها الحارس سلطانوب. تسرع في التصويب، عليك يعني في الرميات 7 أمتار عليك التمويه ومشاهدة حركة الحارس، عندك مجال تمويه أول تمويه ثاني ومن ثم تصوب. اختراق ورمية 7 أمتار، رمية جزائية يحسبها محبوب سعد القطري، هي الرمية الجزائية الثانية للأوزبك. ضاع وحده وهذه هدف ويعود الأوزبك بالتقدم حاليا، هدفين متتاليين من خلال 8:54. جانب من الجالية الهندية التي تتابع المنتخب الهندي. تمرير سجل هدف الأوزبكي جراب لاعب الدائرة، نفذ الرمية 7 أمتار، يعني كلا المنتخبين أضاع رمية جزائية. سلطانوف تصدى والحارس الهندي أيضا تصدى لرمية 7 أمتار. اختراق وبهدف، هذا ما يترك في بال يعاود التعادل. 9:36، يعني هو مسجل حاليا هذا في بال 3 أهداف. هذا التمرير الخاطئ، والمدرب الأوزبكي طبعا غير راضي على أداء فريقه في أول عشر دقائق 4-4 الثلث الأول، والتعادل في الثلث الأول 4-4. هل يتحسن أداء المنتخب الأوزبكي والهندي في الثلث الثاني تحديدا من الدقيقة 11 إلى الدقيقة 21 أو إلى الدقيقة 20؟ آسف، هل نشاهد أهداف ونشاهد لعبات جميلة؟ لحد الآن المباراة خلنا نقول متوسط المستوى، لكن هذا اللاعب هو من يعمل الفارق. في بال
هو من يعمل الفارق للمنتخب الهندي. التمرير والبحث على الثغرة والتسلسل والدخول من الجناح، هذا ثاني أهداف هذا اللاعب كررها المنتخب الهندي، هدفين متتاليين. 10 دقائق و49 ثانية هذا الهندي رقم 5 كومار، هدفين لكومار، 3 أهداف لفيبال رقم 7. والوقت المستقطع الفني الذي يطلبه المنتخب مدرب المنتخب الأوزبكي، ذكرت لك أن المنتخب الأوزبكي المدرب غير راضي على أداء فريقه. هل المنتخب الهندي يفاجئ المنتخب الأوزبكي ويفوز عليه؟ كلا الفريقين أو كلا المنتخبان يبحثان على أول فوز لهما في هذه البطولة الآسيوية التاسعة المقامة في مملكة البحرين. هل نشاهد مفاجأة؟ طبعا الكافة ترجح الفريق الأوزبكي، لكن لحد الآن المنتخب الهندي يسير المباراة أيضا، يعني بإمكانياته باللاعب بالاعتماد على هذا فيبال اللاعب رقم 7 هو ناجح لحد الآن. هل يعتمد المنتخب الأوزبكي في مراقبة هذا اللاعب؟ هو ياشا لحد الآن لم يتحرك، أضاع رمية 7 أمتار، لكن يبقى المنتخب الهندي مع القصير رقم 13 راج. شاهد الدفاع، غير أسلوب الدفاعي على الرغم أنه ناقص لاعب، بدأ يضغط الأمام لكن دخول من الجناح بهدف، دخول من الجناح للمنتخب الأوزبكي. شاربوف يعادل النتيجة، 11 دقيقة و 19 ثانية، 5-5 هو الهدف الثاني لهذا شاربوف من الجناح الأيسر. دفاع 3-3، بدأ يغير في الدفاع، ذكرت لك يعني يلعب هذا التنطيط خاطئ وهذا الفاست بريك بهذا الطريقة الدفاعية وهذا صعبه هدف، يعني لم نتوقع، أنا شخصيا لم أتوقع أن يصوبها. راخات 6 أهداف، هدفين متتاليين من خلال 11 دقيقة و50 ثانية. دفاع 3-3 طبعا هو يحول أيضا إلى دفاع، تقريبا نقدر ساعات في بعض الأحيان تحول دفاع إلى من تمن رجل لرجل، خاصة 3 الذي يضغطون للأمام وعندك 3 في الخلف يضغطون على اللاعبين راج، وخطأ على اللاعب الدائرة تضيع هذه الفرصة وهذا الفاست بريك، ولم يستلمها هذا اللاعب رقم 10. بهرز ياقوف يعني لم يستلم هذه الكرة، ياقوف بهزت أو بهرت هذه التمرير والبحث على هذه الثنائية أضعها ياشا لحين لم يدخل أجواء المباراة، في ثقل عنده، في إصابة وهدف أيضا، يعني من حركته من جري ماله يبين اللاعب هذا راخته راخت يسجل الهدف السابع. راخت جولد سابوفوف يعني هذا الهدف السابع، لأول مرة يأخذ الفارق إلى هدفين. المنتخب الأوزبكي نجح لحد الآن في هذه الطريقة الدفاعية التي اعتمد عليها بعد الوقت المستقطع الفني الذي طلب المدرب الأوزبكي، كان متأخر وسع الفارق، حاليا سجل 3 أهداف وهذه رمية 7 أمتار يحصل عليها ياشا، راح ينفذها فيتال. هل ينجح في تسجيل الهدف وهي الرمية الجزائية الثانية التي نفذها هذا فيتال؟ نجح في الأولى، أضاع ياشا الأولى له، هذا فيتال راح ينفذ الثالثة والثانية شخصيا له. فيتال من خلال 13 دقيقة و 49 ثانية ينجح فيتال، 6 أهداف. خطأ في التنطيط، خطوات بدأت تسرع أيضا يظهر،
ينجح في النواحي الدفاعية، لكن النواحي الهجومية لحد الآن الأوزبك أقل مستوى من خلال 3 مباريات التي لعبها في السابق. يعني شاهدنا منتخب البحريني كان منتخب منظم أيضا جيد كان في تلك المباراة، أيضا أمام المنتخب الإيراني مع بداية المباراة وتراجع أداء بعدين، أيضا مع منتخب الكوري كانت أفضل له، أفضل مباراة له في الشوط الأول تحديدا. الشوط الأول خسره فارق يعني إذا ما خابتني الذاكرة يا فارق هدف أو هدفين. عموما الكوريين في الشوط الثاني يختلفون تماما، وهذا الفاست بريك على مرحلة أولى على القائم تضيع. نيرسلتون ضاعها، أضاعها، تعتمد على التصويب القوي. ذكرت لك يعني الكوريين واليابانيين في الشوط الثاني يعملان بطريقة مختلفة جدا عن الشوط الأول. اللياقة البدنية، السرعة التي يمتاز بها هذه المنتخبان، وما يقدم أيضا المنتخب السعودي لا يعني أفضل مستويات يقدمها المنتخب السعودي في هذه البطولة. هذه تصويبة، الله الله عليك يا فيتال، إيش سوى؟ شلون صوبها؟ وهذه سرعة 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 من المنتخب الأوزبكي. يعني شاهدنا مهارة، قلت لك فيتال لاعب مهاري، لاعب جيد، 5 أهداف لحد الآن له، بدأ يلعب له بالدفاع المتقدم، لكن هو يمتلك المهارة، يمتلك التنطيط أيضا، الاستلام والتسليم، التحرك بدون كرة، بدأ يلعب لمن تمن، يعني رجع الدفاع في المنطقة الخلفية. يا شيعاني، وهذا الفاست بريك وهدف أيضا. 9 أهداف للمنتخب الأوزبكي. غراب هذا رقم 7، 16 دقيقة و30 ثانية، يعني لعب مع فيتال. وياشا حاليا يخرج، طبعا انا قلت لك اللاعب يعاني شوي من اصابه في والله هو لاعب صراحه جيد على ما قدمه من خلال المباريات السابقه، احنا حكمنا عليه من خلال المباريات التي لعبها والمهاره التي يمتلكها ايضا. حاول هذا راج هناك، غير مركزه، اختراق ورمية حرة. دانش كومار، هذا إيقاف لمدة 2 دقيقة على الأوزبكي. تيرا سينيروف يخرج لإيقاف لمدة 2 دقيقة، والإيقاف الثاني على أو الأول على المنتخب الأوزبكي. تصدي، ضاعت هذه الكرة من كومار من الجناح الأيسر. سلطانوف يتصدى لهذه الكرة، تبقى النتيجة 9-7 وأمام المنتخب الأوزبكي 36 ثانية ليكتمل. يلعب ب5 لاعبين، لم يسحب الحارس، دفاع متقدم للمنتخب الهندي، لكن شاهد كومار ترك اللاعب ماله ويصوت على اللاعبين المتقدمين، أنت عليك أن تأخذ هذا اللاعب، وحط رجلك محادية للخط، ما بيقطع من وراك يا كومار، اسمعني ينفذ، لكن كومار ما يسمع الكلام، راح يعدي اللاعب من وراك. يا الله عليكم يا الأوزبك، هذه اللعبة تدرس، هذه اللعبة دروس من لعبة كرة اليد. يعني أنا شاهد تكتيك جميل، وأيضا مدرب صراحة يقدم هذه التكتيكات في أكثر من مباراة. برافو للمنتخب الأوزبكي، عملية التمويه والتقاطع ومن ثم التمرير واختراق الدفاع في اللعبة الماضية، لعبة جميلة. يبقى المنتخب الهندي يبحث على تقليص الفارق حاليا. هذا راج، دخول من الجناح صعبة، في إيقاف لمدة 2 دقيقة على اللاعب غراف لعملية التمثيل في اللعبة الماضية، صاد فيها خالد الشيب، خالد عيسى الشيب القطري صاد. راح يعاني حاليا الأوزبك، هل يسحب الحارس؟ نعم راح يسحب الحارس، 4 لاعبين
أمام ستة لاعبين، سحب الحارس ليلعب بخمسة أمام ستة، لكن حذاري من هذا الدفاع، يعني ما في لاعب من الهند يلعب في العمق، هذا قلط الدفاع يعني يا جماعة. ستة لاعبين الأجنحة متابعين أجنحة، أوكي لاعب واحد عندك زيادة، العب على الستة متر، شوف اللاعب عندما قطع هذه اللعبة وهذه هدف، عيدها يا مخرجنا، راح أتكلم لك فيها، راح أتكلم لك فيها. شوف كمار اللي يدافع على الجناح، تابع اللاعب خذ الجناح هذا، لكن لو كان في لاعب في العمق زين كان كمار يبقى مكانه ويأخذ هذا اللاعب. عموما هذه الأخطاء الفنية التي يقع فيها المنتخب الهندي، أمور جدا سهلة في كرة اليد، وهذا خطأ أيضا على المنتخب الهندي. أربعة أهداف متتالية، خروج الحارس، برافو قطع الكرة، لكن حذاري خروج الحارس لو يلامس اللاعب، حتى لو ما استلم الكرة اللاعب ويلامسه راح يخرج بكارت أحمر، يعني خروج الحارس ذو حدين، عليه أن يكون حذر في الخروج في قطع الكرة، لاصطدام اللاعب المهاجم حتى لو ما يستلم الكرة راح تكلفك البطاقة الحمراء. رجع ياشه لكن لم يستلم هذه الكرة، لأول مرة يتفوق المنتخب الأوزبكي بفارق أربعة أهداف. دخلنا في الثلث الثالث للشوط الأول، وقت مستقطع يطلب المدرب الهندي تراجع أداء المنتخب الهندي من خلال الثلث الثاني، سجل فقط ثلاثة أهداف بينما المنتخب الأوزبكي سجل سبعة أهداف. كانت أول ثلث كانت النتيجة أربعة مقابل أربعة، يعني في أول عشر دقائق، بينما الثلث الثاني من الدقيقة الـ11 إلى الدقيقة الـ20 ثلاثة مقابل سبعة، الأفضلية للأوزبك. طبعا عندما أخذ الوقت المستقطع الفني المدرب الأوزبكي كان متأخر الفريق بفارق هدف واحد، يعني كان الهندي متفوق خمسة مقابل أربعة. بعد الوقت المستقطع الفني الذي طلب المدرب الأوزبكي تحسن أداء الفريق، سجل ثلاثة أهداف متتالية ليحافظ على هذا الفارق ويواصل تقديم أفضل ما لديه من خلال الوقت المتبقي، يعني من خلال دقيقة 15 إلى الدقيقة 19:40 سجل أربعة أهداف. هذه الأفضلية حاليا هي من ترجح المنتخب الأوزبكي، وأنا قلت لك منذ البداية الأوزبك هم أفضل للفوز بهذه المباراة والأفضل للوصول للمركز الرابع. وهدف هدف فيتال، ثمانية أهداف، ستة أهداف لهذا فيتال، 20:49 يعني ماذا طلب المنتخب مدرب المنتخب الهندي؟ بدأ يلعب دفاع ثلاثة، لكن شاهد هذا القطع اللاعب على الدائرة، كومار يسبب مشاكل للدفاع الهندي لأن اللاعب متقدم على التسعة، يعني متقدم ويقطع اللاعب من خلفه، صعب أنه راح يتابعه، صعب أن يتابع اللاعب، لكن لو كانت رجلة ملامسة أو محاذية للستة متر صعب أن يقطع اللاعب الأوزبكي من الخلف، راح يقطع من أمامك وتكون المهمة سهلة للمدافع أن يتابع هذا اللاعب. عموما داخلين في الدقيقة 22، 12 هدف مقابل 8، أفضلية واضحة للمنتخب الأوزبكي. ياشا هل يصحى؟ ياشا ياشا لحي نايم، ياشا أضاع رمية سبعة أمتار، لم يتحرك كثيرا ياشا، لو يصحى ياشا راح يغير بعض الأمور، وهو مع هذا راجع الصغير، أوه رمية حرة كاد يفعلها راج، هذا قصير لكن صراحة لديه المهارة الفردية، لديه الفنت، يأخذ لك لاعب بأريحية، اختراق ياشا يبحث على أول أهدافه ويبحث على وجود الدات. يا ياشا هذا عملية السلبي، هل يصوب ياشا أم تكون هناك لعبة تمريرة؟ برافو، خلاص حذاري حذاري خلاص، يعني السلبي أربع رميات أربع تمريرات، آسف، هذه كرة على الدائرة فاست، أوه يا الحارس الهندي هذا يعمل،
شوكوت يتصدى لهذه الكرة، صدى لرمية 7 أمتار وتصويبة قوية، لكن وين اليوم بعد براتوف لحد الآن في يعني خارج الخدمة، رقم 6 له هدفين، لكن هو وهذا عملها الأوزبكي، دخل من التبديل قطع الكرة. تصور ان المنتخب الأوزبكي هاي مو غريبة عليه، هو كان يكررها في بعض المباريات، نجح فيها في اكثر من مناسبة، فهذه شيء يعني امور متدربين عليها. وهذا كومار 9 أهداف 23 و26 ثانية، يعني ما تجي هذه الامور من الفراغ، تأتي دائما من خلال التمرين، من خلال الخطط التي يعني يرتبها المدرب من ناحية التبديل، ولا تأخر شوي يخرج اللاعب، يأخر اللاعب من الدخول، ومن ثم أثناء التمرير تحصل أنه يقطع هذه الكور، فعلها تيرا سينونوف رقم 17 فعل هذه اللعبة وسجل منها هدف. هل يوسع المنتخب الأوزبكي لأول مرة الفارق إلى 5 أهداف؟ راح نتابع هذه الهجمة، 13-9 يعود، وهذه كرة على الدائرة، بدأ كومار يتابع، بدأ يصحح نسبيا، إلى حين ما زال يعني، بس بدأ اللاعب يتابع اللاعب الجناح الذي يلعب أمامه، جدا مهمة. آخر 6 دقائق وتصويب يا فيتال 10 أهداف للمنتخب الهندي، كرة على الدائرة، شاهد 3 هنود على لاعب 1 أوزبكي، خلاص صادق فعلا في قرار سليم، فيتال يخرج لمدة 2 دقيقة 7 أهداف لهذا اللاعب فيتال، 7 أهداف لفيتال، طبعا خروجه لإيقاف لمدة 2 دقيقة راح يأثر على المنتخب الهندي، فارق 3 أهداف، هل يعود الفارق إلى 4 أهداف؟ التمرير ونزول لاعبين 2 على الدار، صحة هذا براتوف، صحة بدأ يصحصح، بدأ يصوب التصويبات التي لا تصد ولا ترد من خلال الهجمة الماضية، دفاع 3-3 يتحول إلى تقريبا منتمان، خلنا نقول منتمان رجل لرجل، خاصة أن المنتخب الهندي يلعب بخمسة لاعبين، شاهد الأسلوب الذي ينتهجه، كل الفريق يتقدم، يبقى لاعب على تقريبا بين 7 و8 متر هو من يتابع اللاعب الذي يتخطى من المدافع الذي أمامه، هو عليه التغطية، تغطية الظهر الخلفي للفريق، يعني اللاعبين الأماميين هو من يغطيهم، خلنا نقول ليبرو في كرة القدم، ياشا يا ياشا خطوات عليك يا ياشا، صاد محبوب سعد، صاد القاري القطري في هذه اللعبة، ياشا بعيد اليوم ياشا، ما تعودنا ما نشاهد أهداف ياشا، عموما تمرير ودخول من الجناح وبرافو للحارس، هذا الحارس شيكوت يتصدى لهذه الكرة وضعها اللاعب شاربوف، يضيع هذه الكرة، هذه ياشا ورمية حرة، 9 ثواني ليكتمل المنتخب الهندي ويدخل فيتال دخوله حاليا، فارق 4 أهداف 10-14 راج، تمرير دخول، سلطانوف على القائم الأول، ما صوبها على القائم الأول، صوبها في جسم الحارس، تضيع هذه الكرة، وهذا الفاست بريك مرر، لكن حب أن يدخل لوحده، يعني في لاعب امامك عليك ان تمرر لهذا اللاعب، عموما جراب يسجل منها الهدف، 15 هدف
يتسع الفارق إلى 5:26:55 ليوسع الفارق. دخلنا في الدقيقة آخر 3 دقائق على نهاية الشوط الأول، والأوزبك أفضل من خلال مجريات هذه المباراة. إن كان الهندي بدأ بداية جيدة لكن تراجع أداءه، يعني كان يأخذ الفارق هدف ويعود المنتخب الأوزبكي بالتعديل حتى أول 10 دقائق. ويا كومار لاعب على سلطانوف، كومار يصوب دائما على القائم الأول وسلطانوف يترك هذه الزاوية. عليك خلاص فتحت له الزاوية، ارجع وصد له الكرة في هذه الزاوية، العب معاه. يعني أنت بإمكانك كحارس أن تتلاعب في اللاعب في الجناح. دخول وبرافو للحارس الهندي. ضاعت براتوف يضيعها، والهندي شيكوت يتصدى لهذه الكرة. سلامات لراج، في فارق بنيان جسم، يعني شاهد خلى يطلع اللاعب بجنب. فارق الطول والقوة البنيانية اللي بينه وبين راج واللاعب الأوزبكي غراف، فارق في الجسم القوة البنيانية. واخيرا ظهر ياشا في الدقيقة 28 و 28 ثانية. ياشا أول أهدافه، والجمهور الهندي كان يعني ينتظر الظاهر ياشا ليعلو الصوت في الجمهور الهندي. كورة على الدائرة والدفاع، تغطية الدفاع، لكن ذكرت لك يعني 3-4 لاعبين يلعبون على خط واحد الدفاع، من المفروض واحد منهم بدأ ياشا يرجع لتغطية المنطقة الخلفية، وهذا الصح. اختراق تركا ياشا، تركته بهذه السهول، هذا ما يترك. يعني أنا ضاع واحدة راح يسجل لك براتوف، راح يسجل لك أهداف، ما يترك بهذه السهولة. يعني عندما تلعب بهذه الطريقة الدفاعية عليك أن تتمرن عليها كثيرا، خاصة هناك أخطاء كثيرة فيها من المنتخب الهندي، يحتاج إلى التنظيم أكثر فيها. أما مجرد أنك تلعب على 9 متر وين الحسابات، كن في ضايع فيها. برافو يا بيتال على هذه التمريرة، 13 هدف، 29 و44 ثانية، رقم يعني هذا رقم 18 في المنتخب الهندي، هو من سجل الهدف. أورموغو يسجل من الهدف اللي ينتهي الشوط الأول. شاهد الحماس على البدلاء واللاعبين المنتخب الهندي، 16 مقابل 13 هدف. استراحة قصيرة ثم نعود للشوط الثاني، فإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساكم أسعد الله مساكم أعزائي المشاهدين. عودة للشوط الثاني من لقاء المنتخب الأوزبكي والمنتخب الهندي الذي تفوق فيه في الشوط الأول المنتخب الأوزبكي 36 مقابل 13 هدف. لو تكلمنا على الثلث الأول كانت النتيجة 4 مقابل 4 في أول 10 دقائق، الثلث الثاني كانت النتيجة 3 مقابل 7 للأوزبكي، لكن الثلث الأخير والثالث كانت الأفضلية للمنتخب الهندي. تصور أن المنتخب الهندي قدم، وهذا أول أهداف الشوط الثاني للمنتخب الأوزبكي، قدم أجمل عروضة، تفوق بست مقابل 5 أهداف. كيف قرأها المدرب أكرموف، يعني المدرب الأوزبكي الذي كان غير راضي على أداء فريقه وتحسن تلقائيا أداء الفريق؟ هذه كرة ضائعة من المنتخب الهندي تعود لرمية حرة، 17 هدف مقابل 13 هدف. شاهدت الروح العالية للمنتخب الهندي قبل بداية الشوط الثاني، الحماس الظاهر على الفريق، وياشا هل يعود تضيع هذه الكرة من راج؟ هذا الفاست بريك. شاهد الأوزبك في الشوط الثاني أداء لحد الآن مقاير، هدفين متتاليين، 18 هدف في دقيقة وخمس ثواني. طبعا للاعب الأوزبكي شارايوب يسجل هدفين متتاليين. عفوا نعود فيتال أفضل المسجلين للمنتخب الهندي، هذا رقم 7 مسجل له 7 أهداف. تصويبه حوائط صد على القائم تعود من سلطانوف، كادت أن تدخل المرمى لولا القائم. سلطانوف الحارس الأوزبكي تسلسل وضاعها تعود جانبية. شاهد اللعبة التي يعني شلون سحب المدافعين المنتخب الأوزبكي لكن لم يستغلها استغلال جيد. براتوب تضيع هذه الكرة أيضا من براتوب، يعني قطع اللاعب على الجناح ومن ثم أخذ، تحول براتوب من الساعد الأيمن إلى الجناح الأيمن، تسلسل، الله 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 عليك يا الهندي، هذا التسلسل وهذا اللعبة السريعة بهدف، ما تهنوا ما خلوهم، يعني الإرسال السريع، لكن لعبة جميلة صراحة، جملة تكتيكية جميلة من الهنود، سحب لاعبين اثنين وإيصال الكرة للجناح والتسجيل من هذه المنطقة. هذه اللعبة الجماعية ذكرت لك، يعني المنتخب الهندي للناشئين أفضل بكثير عن المنتخب للشباب. أنا مستغرب منهم ليش ما شاركوا بهذا الفريق كأعداد لهم في البطولة الآسيوية للشباب، يعدون هذا المنتخب للبطولة الآسيوية، ما عندك شيء تخسره يعني، بالعكس راح يستفيدون هؤلاء اللاعبين، لكن هي سياسة الاتحاد الهندي والأمور راجع لهم، لكن هذا مجرد رأي شخصي. عملية السلبي، صوبها، صعبة كانت، صعبة. المنتخب الهندي ياشا الذي صوب الكرة الأخيرة لهدف واحد قبل نهاية الشوط الأول، طبعا سجل هذا الهدف، تصويبه، دفاع من المنتخب الهندي ورمية حرة. حد الآن براتوب غير موفق، تصويبه وهدف، 20 بدأ الفارق يتسع إلى 6 أهداف، 4 دقائق و10 ثواني. طبعا منتخب الأوزبكي أفضل فنيا وجسمانيا أيضا من المنتخب الهندي، طول القامة أيضا تحسب للأوزبك، التنظيم الدفاعي، خطوات تضيع هذه الكرة، وهذا الفاست بريك. شاهد
بدأ يلعب لك على الفاست بريك، عندما تخطأ راح يعاقبك الأوزبكي بفاست بريك. ينجح المنتخب الأوزبكي. بهرز يوكوفاتوف يسجل منها 21 هدف، 4 دقائق و50 ثانية. بدأ يتسع الفارق وبدأت الأخطاء تظهر حاليا. التسرع راح يظهر على لاعبين المنتخب الهندي، راح ويلعب لك المنتخب الأوزبكي بأريحية ويلعب لك على الأخطاء التي يقع فيها المنتخب الهندي، يطبق بعض الأمور لعل يستفيد منها في المباراة القادمة عندما يفوز بهذه المباراة. طبعا هذا خطأ على لاعب الدائرة وليس لاعب راج. هذا الفاست بريك عودة فيتال، برافو لفيتال الذي يقاتل. يلا يا آشا، رمية حرة. طبعا الجمهور يوقف، ما ادري في لاحد من اهله. هذا ياشا عنده يستلم الكوره، في بعض الجاليه من الجمهور تحصلهم واقفين يراقبون هذا اللاعب. اوه يا ياشا، هذا ياشا الهدف الشخص الثاني لياشا، 15. لكن شاهد سرعه المنتخب الاوزبكي من خلال هذا اللاعب، يلعب لك الرسالة السريع، يعني ما يعطي مجال للمنتخب الهندي. باهزر يوكو بافوف ينجح في التسجيل وهذا الاختراق ورمية 7 أمتار يحصل عليها المنتخب الهندي. أشوت رقم 16، هذا فيتال سجل له 2. ووضع هذه تسرع، عندما يموه ويصوب تجد الحلول. وهذا الفاست بريك على مرحلة أولى، يعني مجرد الحارس مررها سلطانوف للاعب ومن ثم التمرير لهذا اللاعب. المرحلة الثانية استقلال جيد للمنتخب الأوزبكي. شاربوف دخول على القائم الأول، يعني أنا استغرب من سلطانوف يفتح الزاوية لكن ما يعيد يرجع لها، خلاص ينساها. هدف للمنتخب الهندي، 16 هدف منتخب الهندي، 7 دقائق و15 ثانية. ميدر سانج أو ميدر سانجا، سانجا هذا رقم 11، خلنا نقول له سانجا. طار الأوزبكي لكن ما سجلها، كانت نسبيا عالية، يعني لو كانت أقل من هذه العالية كان يسيطر عليها اللاعب. عموما يحاول هذا المنتخب الأوزبكي يلعب هذه اللعبات، كررها في أكثر من مباراة، يعني متمرس، احنا نقول يتمرس عليها، يحاول أن يلعب بعض هذه من بعض الحلول. ترى هي مو بس عملية استعراضية، إنما عندما لا تجد الحلول في بعض الأحيان ربما يلعب لك هذه اللعبة الهوائية، يستثمرها بهدف، خاصة في اللعبات ترى يا جماعة الخير عملية السلبي. وياشا ورمية حرة خاصة في اللعبات السلبي تجد بعض الفرق تعتمد على هذه الأمور، خاصة إذا في أكثر من تمريرة. ليش؟ لأنه يكون الدفاع في غفلة، لأنه يتوقع أنه يصوب منطقة الخلفية، تجد أنه في تقاطع وفي لعبة هوائية. عموما فيتال تمرير سحب لاعبين 2 وينجح. ينجح فيها المنتخب الهندي. ينجح فيها المنتخب الهندي في التسجيل. رمية حرة 17 هدف. المنتخب الهندي يحاول من خلال 23 هدف للمنتخب الأوزبكي يقلل الفارق. فيتال يحصل على رمية حرة، 4 خطوات يوضحها محبوب سعد للاعب الهندي. يعود للخطأ الأول، التمرير، دفاع يحول إلى متقدم. هل هو دفاع 3-3
راح نتعرف عليه ام دفاع، لان بتقدم ايضا اللاعب الذي يدافع على الدائرة تحول الدفاع حاليا 3-3 ليبقى المنتخب وياشيا يبحث على الثغرة وعملية السلب حاليا رمية تصويبة خلاص الشرلة يعني عليه بس يمررها ويصوب وحوائط صد وهذا الفاست بريك شاهد العودة اللاعب الهندي مع هذا اللاعب لكن رمية 7 أمتار شاربوب في الشوط الثاني هو من يعمل الفارق في التحول من الدفاع إلى الهجوم بعملية الفاست بريك هو من يعمل الفارق في التسجيل أيضا من خلال اللعبات الماضية وهذه كرة وهدف أيضا جراب يسجل منها هدف 24 24 من خلال أول 10 دقائق و 34 ثانية أو 24 ثانية راح أذكر لك الثلث الأول يعني كم سجل وكم دخل في مرماه تمرير فيتال يحاول لكن هناك بدأ الضغط أكثر على فيتال شاهد لاعبين اثنين يضغطون على فيتال ما يتركون للمجال لكن آشا اليوم غايب حاضر لكن غايب هذه تصويبات آشا لم ينجح فيها عموما تضيع وهذا الباست بريك يا الحارس الأوزبكي مررها حق اللاعب الهندي وفيتال بهذه المهارة تصويبة من الجري برافو يا فيتال على هاي المهارة لكن في القائم لتعود للمنتخب الأوزبكي لاعب الدائرة فاضي ما حد قاعد يطالع للأمام وهذا الخطأ يعني هذا هدف عندما يستلم براتوف الكرة عليك أولا أن تنظر للأمام يعني شاهد العمق شاهد لاعب الدائرة ومن ثم مرر تأخر ولم يمرر كان اللاعب فاضي يعني أول ثلث الأوزبك مسجلين 7 أهداف بينما الهنود المنتخب الهندي كان مسجل له 4 أهداف كما سجل في الثلث الأول في الشوط الأول لكن الأوزبك أفضل سجلوا 7 كانت النتيجة في أول ثلث 4-4 لكن في أول ثلث من الشوط الثاني 4-7 للأوزبك الذين وسعوا الفارق بعد إن كان فارق الشوط الأول فارق 3 أهداف حاليا الفارق 8 أهداف يعني الشوط الثاني فارق 5 أهداف عن الشوط الأول فارق 5 أهداف مسجلين أكثر منهم تمرير عملية السلبي الراج مررها للجناح خلاص خلاص احسب 4 تمريرات الثالثة الرابعة عليك ان تصوب هذه الامور على اللاعب ان يحسبها كرة على الدائرة ودوران تضيع من اللاعب يعني فقد التوازن جراب في اللعبة الماضية يبقى الفارق 8 ويبقى الأوزبك هو الذي راح يصعد كرابع مجموعة الأولى راح يلاقي من يا الكويت المنتخب الكويتي أو القطري وهذا هدف هدف من هذا اللاعب رقم 5 في المنتخب الهندي كومار 18 هدف 13 دقيقة و 15 ثانية لأن المباراة راح تكون جدا مهمة بين المنتخب القطري والمنتخب الكويتي طبعا الفريقين هما راح يتأهلون للدور الثاني والمنافسة على البطاقة المتبقية تعتبر هي البطاقة المتبقية ليش لأن أمور البطاقة الرابعة راح تحسم اليوم بين المنتخب البحريني والمنتخب الهندي الإيراني الفائز راح يضرب عصفورين بحجر صعودا لنهائيات كأس العالم وصعودا للمربع الذهبي
الخاسر راح تبقى له أمال، لكن أماله عليه أن يفوز في مبارتين ليصعد نهاية كأس العالم. إن أردت الصعود لكأس العالم عندما يعني للدور الثاني هو راح يلعب مباراة، فاز راح يلعب على المركز الخامس والسادس، فوز على المركز الخامس، حصول على المركز الخامس يتأهل، ودخول وتصدي من الحارس الأوزبكي. هذا الفاست بريك شاهد ثلاثة لاعبين أربعة لاعبين، صعبة صعبة عودة المنتخب الهندي بهذه الطريقة. راخت يسجل منها الهدف 26 14 دقيقة و 32 ثانية. قلت لك يعتمد المنتخب الأوزبكي في الشوط الثاني على الأمور السهل الممتنع، دفاع قوي، أخطاء المنتخب الهندي حولها إلى فاست بريك وريح نفسك. وأخذ الفارق بهذا الأسلوب أكرموف لينجح بأسلوبه في الشوط الثاني، وهذه كرة على القائم تضيع من المنتخب الهندي، رقم 16 في المنتخب الهندي. أشوت هذا هدف أيضا 27 15 دقيقة و15 ثانية، بدأ الفارق يتسع إلى 9 أهداف، بدأ حماس المنتخب الهندي يقل، لكن هو راح يلعب لك لآخر لحظات. رمية حرة يبحث من خلال الشوط الثاني فيتال، لحد الآن لم يسجل ولا هدف، 7 أهداف سجلها في الشوط الأول. كورة، الله 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 عليك، اسقاط الكورة سويت يا الهندي في الحارس، لعب في الحارس، لكن هذا شاهد، شاهد هناك، هذا من يعمل الفارق المنتخب الأوزبكي. الشوط الثاني هذا اللاعب رقم 4 في المنتخب الأوزبكي، شربوف هو الكلمة العليا. راح تشوف كم هدف مسجل، 7 أهداف، صور 7 أهداف لحد الآن لهذا اللاعب. هذا فيتال أيضا له 7 أهداف، يبحث على الهدف الثامن لكن يحصل على رمية، أضاع رمية 7 أمتار، رمية حرة. لاعب الدائرة منتخب الهندي رقم 18، خلنا نشوف. والتمريرات محاولات راج سهلة، تقطع هذه الكورة، تقطع هذه الكرة من اللاعب راخت ويسجل منها 29 16 دقيقة و 47 ثانية. قلت لك راح يلعب لك على هذا الأسلوب، دفاع لحد الآن أكثر تنظيميا المنتخب الأوزبكي عن الشوط الأول، أكثر تنظيما في الدفاع. يا كومار، هذا كومار يفتح الزاوية ويصوب لك على القائم الأول، كررها أكثر من مرة مع الحراس الأوزبك. عودة سلطانوف لكن لم يتصدى لهذه الكرة سلطانوف، لحد الآن لم شوف مدرب الحراس هو من يوجه حاليا سلطانوف، يقول له يعني هو يلعب لك كله على القائم الأول. وبرافو يعني هذا قطع على الدائرة، بهرز يوكوف بدون كرة 30 هدف، التحرك والقطع على الدائرة بدون كرة يستلمها ويسجل منها هدف، فارق 10 أهداف 30 مقابل 20 هدف. بعد هذه المباراة راح تكون قمة الجولة وقمة المجموعة الثانية بين المنتخب السعودي والياباني لصدارة هذه المجموعة، علما بأن المنتخبان قد تأهل لنصف النهائي وكأس العالم، حقق ما كان يخططان له مسبقا بأن يوصلون إلى كأس العالم ووصول للنصف النهائي. تبقى الأمال وتبقى المباراة بينهم لتحديد المركز، وهذه فاست بريك على مرحلتين وبهدف، مرحلة الثالثة بهدف طبعا، 31 هدف 18 دقيقة و 33 ثانية. ذكرت لك يعني راخت والمنتخب السعودي ما يقدمه في هذه البطولة رائع وجميل، بأداء جماعي، بمجموعة جميلة جدا، في والتوظيف الذي يتبعه المدرب السعودي في الفريق.
كل هذه الأمور تعطي دافع للمنتخب السعودي ليقدم ما لديه ويكون له الحق المشروع في يعني الوصول للمباراة النهائية. يطمح في الوصول للمباراة النهائية، يطمح لتحقيق الذهب. راح تكون هناك يعني مباريات جميلة في النصف النهائي، وهذه كرة مقطوعة تقطع من هذا اللاعب وسرعة وبرافو سجل منها هدف. تيرا جانوف هذا يشارك حاليا، بدأ يريح بعض اللاعبين. 32 هدف، بدأ الفارق يتسع إلى 12 هدف، يعني 12 هدف فارق الشوط الثاني 9 أهداف، والفارق الشوط الأول 3 أهداف، هذا 12 هدف والوقت المستقطع الفني الذي يطلبه المدرب الهندي حاليا. يعني أنا ما عجبني أيضا في منتخب الياباني، لا نهضم حقه، منتخب منظم، منتخب لديه السرعة، لديه تكتيك، لديه رؤية جميلة. أيضا المدرب شاهدته في أكثر من مباراة وعلقت له أكثر من مباراة، المدرب حتى لو كان فايز تشوفه يأخذ الوقت المستقطع، خاصة في اللحظات الأخيرة يأخذ الوقت المستقطع، لا يترك الوقت المستقطع. ليش؟ يقول لك أنا أطبق بعض الأمور الفنية، ربما أكون متعادل أحتاج لهذا التطبيق، يكون ممارسة في التطبيق في النواحي الهجومية. أيضا ربما أكون أنا متأخر بفارق هدف واحد، كل الأمور يعني يحط كل الاحتمالات ويطبقها بإيجاده، يعني تطبيق بإيجاده ويسجل منها أهداف. هذا المطلوب. يعني بعض المدربين للأسف يقول لك لا والله أنا فايز بفارق 5-6 أهداف مو محتاج أخذ وقت. لا، ما حطوا الوقت عشان تحتاجه ولا ما تحتاجه، عليك أن تأخذ الوقت وتطبق بعض الأمور الفنية، تطبق بعض الخطط. وهذا يظهر أخيرا تيبال، يعني الهدف الأول في الشوط الثاني بعد 19 دقيقة و50 ثانية، يظهر بالهدف الثامن وإيقاف لمدة دقيقتين على اللاعب الأوزبكي. طبعا تصويبه واضحة، يقول لك وضحها الحكم خالد الشيب، يخرج إيقاف لمدة دقيقتين. يعني غاب تيبال في الشوط الثاني. أما آشكا اليوم غايب تماما، لا هدفين. هذا راج آشا، تمرير على القائم الأول، صد هذا الحارس الأوزبكي، بدل سلطانوف دخل هذا الحارس. يعني أسوأ لحظات المنتخب الهندي من الدقيقة 11 إلى الدقيقة 20 الثلث الثاني من الشوط الثاني، سجل فقط هدفين، لكن كم تلقى في مرماه؟ راح أقولها لك، كم دخل في مرماه؟ تسعة أهداف دخلت مرماه، 9 أهداف، أسوأ لحظات مر فيها في الشوط الثاني وفي المباراة عامة. قارن بين الثلث الثاني في الشوط الأول، كانت النتيجة 4-3-7، لكن في الثلث الثاني في الشوط الثاني هدفين مقابل 9 أهداف. كنت أتكلم عن المدرب المنتخب الياباني، وهي كرة مقطوعة، كرة هذه كررها هذا اللاعب، قطع له واحدة وهذه الثانية، يعني هذا اللاعب تخصص قطع الكور، لاعب يريد إثبات وجوده، لاعب يأخذ فرصته. تراجانوف دخل المدرب قطع له كرة وهذه الثانية وهدف. أوه يا راج، من أين لك هذا يا راج؟ صوبها بقوة راج، يعني اخترق أو ما اخترق، تصوبها من لاعبين أطول منه قامة، دخول وكرة ورمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار على رغم تصدي الحارس الهندي. كومار ديبك رقم 3، الحارس البديل للمنتخب الهندي. وهذا بدأ يهم يعني تراجانوف، هدفين
شاهد شاهد الحارس يا عيني عليك وعلى ردة الفعل. صد الكورة ما راح ياب الكورة، قال أول أعمل حركتي. شاهده ردة فعل وتصدي لهذا الحارس. يلا يا كومار يا شاه فيتال، هل يخترق وبهدف فيتال 23 هدف 22 دقيقة و 50 ثانية. فيتال هدف الثاني الشخصي في الشوط الثاني، 9 أهداف. أفضل المسجلين في هذه المباراة هو هذا الهندي تيفال، 9 أهداف لهذا اللاعب. تمرير دخول دفاع قوي من ياش من كومار وياشا، إيقاف اللاعب الأوزبكي، اختراق من هذا العملاق بهدف. براتوف يسجل فيها هدف 34 هدف 23 دقيقة و 30 ثانية. ياشا اختراق، خطوات يا ياشا خطوات على رغم التصدي أيضا، وهذا الفاست بريك 35 هدف. بهزر ياقوف يسجل منها الهدف 35 23 و 55 الثانية. آخر 6 دقائق، آخر 6 دقائق بعد هذا اللقاء، لقاء المنتخب السعودي مع الياباني لتحديد المتصدر من هذه المجموعة، مجموعة الموت، مجموعة كانت قوية جدا، لكن أفضلية كانت في الجولات الماضية المنتخب السعودي والمنتخب الياباني، تفوقوا في 4 مواجهات في 4 لقاءات متتالية، فازوا هذا الفاست بريك، الفاست بريك الشوط الثاني 36 هدف 9 هذا رقم 8. بدأ يريح بعض اللاعبين أكرموف ويشارك ببعض اللاعبين طبعا منتخب الأوزبكي، وتصدي أيضا لسلطانوف. هذا المنتخب الأوزبكي يعني تابعت أنا أكثر من منتخب للناشئين، هو من أفضل المنتخبات التي شاركت في هذا على هذا المستوى. هذه المهارة 37 هدف، برافو لهذا اللاعب، راخت يعني المهارة التي ملكها بالمراوغة الفردية من خلال 25 دقيقة يرفع النتيجة 37. بيدا سلطانوف ها حفظها، خلاص تعبوا هم يسجلون في القائم الأول، وهذا هدف أيضا 38 هدف. أراح خلاص سحب هذا اللاعب أيضا. بهزر ياكوف دخل لرقم 9 ناصر دينوف، تمرير وضاحه، مو متعود يصوب في القائم البعيد كومار، تعود على التصويبات في القائم الأول. أضاحة هذه الكرة، آخر 4 دقائق فارق 15 هدف، بعد أن كان الشوط الأول فارق 3 أهداف، 13 هدف مقابل 16 هدف للأوزبك، لكن هذه لا ما استلمها، يعني هذه اللعبات الهوائية اللي قلت لك عنها يكررونها الأوزبك، لكن الاستلام في اللعبة الماضية من ناصر دينوف لم يستلمها استلام جيد، تضيع. فيتال يحاول، هذا القصير الفتنة، راج يحصل على رمية 7 أمتار. مهارة ياشا يقول لك أنا بصوبها، أضاع واحدة، في تفاهم بينه وبين فيتال. هل يسجل هذه ياش؟ أول أهداف ياش في الشوط الثاني، 3 أهداف لهذا اللاعب، هدفين أو لا، ثاني هدف له في الشوط الثاني، كان عنده هدف واحد عموما.
24 مقابل 38، فارق 14 هدف. الأوزبك ينتظر ليتعرف راح يقابل من يا المنتخب الكويتي أو المنتخب القطري. الفائز منهم راح يلاقي هذا المنتخب الأوزبكي. هدف أيضا، برافو لهذا اللاعب تراجانوف، يعني بعد دخوله هذا اللاعب مسجل له الحين 3 أهداف. ما ضاع ولا كرة، ضاع رمية 7 أمتار، تصدها لها الحارس صح، أضاع رمية 7 أمتار، لكن اللاعب جيد صغير وعنده إمكانيات، قطع له كورتين دخول، أضاعها. سابري روي رقم 15 في المنتخب الهندي. آخر دقيقة و40 الثانية على نهاية هذه المباراة، كورة أيضا ضايعة، خلاص المباراة حسمت للمنتخب الأوزبكي. هو الفوز الأول للمنتخب الأوزبكي ليلعب على تحديد المراكز، وتبقى له الأمال أيضا. أوه دبل 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 من ياشا، فقد التركيز ياشا، مررها تباطأ فيها، رمية سبعة أمتار. تيراجانوف يتباطأ في الكرة الأخيرة لكن حصل على رمية 7 أمتار. من راح ينفذها؟ الكل يبي ينفذ، الكل يبي يسجل. ناصر دينوف يسجل من الهدف، 40 هدف مقابل 24، فارق 16 هدف، فارق الشوط الثاني، فارق 13 هدف في الشوط الثاني، أفضلية تماما. يعني المنتخب الهندي سجل فقط 7 أهداف من خلال 29 دقيقة و34 ثانية. تجاوز عنها والله، فيها إيقاف لمدة دقيقتين. المباراة منتهية عموما، 41 هدف. هذا ناصر دينوف خلاص آخر هجمة. يا راج، هدف جميل لراج، 25 هدف مقابل 41 هدف، نهاية هذه المباراة بتفوق.
حسين عيار 25 سنة لاعب كيت كي ام ام اي. الام ام اي في البحرين ما صار لها فترة طويلة.